بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة الاختبار الثامن على الترم الثاني، مراجعة نهائية. السؤال الأول: أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. رقم 1 البحر، البحر الأحمر. رقم 2 خليج السويس. رقم 3 جبل العوينات. رقم 4 هضبة مرمريكا. السؤال الثاني: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. تسكن قبائل العبابدة في محافظة مطروح. العبارة خاطئة. تتسع السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمر بشكل عام بالاتجاه شمالا. العبارة خاطئة. من مزارات السياحة الدينية في شبه جزيرة سيناء دير سانت كاترين وجبل موسى. العبارة صحيحة. صوب ما تحته خط: دعا سعد زغلول لتأسيس حكومة وطنية مستقلة. سعد زغلول خطأ والصواب محمد فريد. تم عزل اللورد جوريست عقب حادثة دنشواي 1906 ميلادية. جوريست غلط والصواب اللورد كرومر. لجأت إسرائيل لإقامة التحصينات العسكرية مثل خط آليوان أمام الجبهة المصرية. آليوان خطأ والصواب خط بارليف. رتب الأحداث التاريخية من الأقدم إلى الأحدث: الحرب العالمية الأولى، حادثة دنشواي، تصريح 28 فبراير، تأسيس بنك مصر. رقم 1 حادثة دنشواي 1906 ميلادية. رقم 2 الحرب العالمية الأولى 1914. رقم 3 تأسيس بنك مصر 1920. رقم 4 تصريح 28 فبراير سنة 1922. رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم إلى الحديث: انتهاء الحماية البريطانية على مصر، احتلال إسرائيل لهضبة الجولان في سوريا، قيام الحرب العالمية الأولى، قيام ثورة 25 يناير 2011. رقم 1 قيام الحرب العالمية الأولى 1914. رقم 2 انتهاء الحماية البريطانية على مصر 1922. رقم 3 احتلال إسرائيل هضبة الجولان في سوريا 1967. رقم 4 قيام ثورة 25 يناير سنة 2011. رتب الأحداث التاريخية من القديم إلى الحديث: تأميم شركة قناة السويس سنة 1956، العدوان الإسرائيلي على مصر 1967، افتتاح السد العالي 1971، صدور قانون الإصلاح الزراعي 1952. يبقى رقم 1 قانون الإصلاح الزراعي، رقم 2 تأميم شركة قناة السويس، رقم 3 العدوان الإسرائيلي على مصر، رقم 4 افتتاح السد العالي. اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبارات الآتية: تجمعات من الرمال تتراكم بفعل الرياح في المناطق الصحراوية، الكثبان الرملية. المناطق التي يقل فيها المطر ويسودها الجفاف والفقر الشديد في النبات، البيئة الصحراوية. امتداد أرضي من اليابس داخل البحر، الرأس الأرضي. المدينة التي يزيد عدد سكانها على المليون نسمة، مدينة مليونية. توزيع الثروات القومية بين المواطنين توزيعا عادلا، العدالة الاجتماعية.
عدم تبعية اقتصاد مصر لأي دولة أجنبية واعتماد مصر على رؤوس أموالها الوطنية. استقلال مصر الاقتصادي: مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة. الدستور صنف ما يأتي: عمل السكان بحرفتي الرعي والزراعة، الزواج المبكر، انخفاض مستوى المعيشة، احترام المجالس العرفية. عايزين نصنفهم إلى خصائص اقتصادية وخصائص اجتماعية لسكان البيئة الصحراوية. عمل السكان بحرفتي الرعي والزراعة خصائص اقتصادية، الزواج المبكر خصائص اجتماعية، انخفاض مستوى المعيشة خصائص اقتصادية، احترام المجالس العرفية خصائص اجتماعية. ما النتائج المترتبة على عقد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979؟ استعادت مصر أراضيها المحتلة في سيناء عن طريق المفاوضات. ما النتائج المترتبة على رفض إسرائيل جميع المفاوضات السلمية مع مصر؟ قيام حرب أكتوبر 1973 ميلادية. ما النتائج المترتبة على حرب أكتوبر 1973؟ أدى إلى رقم 1: كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب المصري ثقته بنفسه. رقم 2: تغيير نظرة العالم للجيش المصري. 3: عودة الملاحة بقناة السويس. 4: ظهور أهمية التضامن ووحدة الصف العربي. 5: القضاء على أسطورة التفوق المطلق لجيش إسرائيل. ما النتائج المترتبة على تأميم شركة قناة السويس سنة 1956؟ أدى إلى تآمر كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على مصر والاعتداء عليها بالعدوان الثلاثي عام 1956 ميلادية. ما النتائج المترتبة على تضييق الاحتلال على محمد فريد داخل مصر؟ قام محمد فريد بمد نشاط الحركة الوطنية إلى أوروبا، وشارك في العديد من المؤتمرات لبحث المشكلات المصرية والمناداة باستقلال مصر. ما النتائج المترتبة على صدور تصريح 28 فبراير 1922؟ وضع دستور 1923 ميلادية، إجراء الانتخابات العامة وفوز حزب الوفد بقيادة سعد زغلول بالأغلبية المطلقة، تشكيل أول حكومة دستورية في مصر سنة 1924. ما النتائج المترتبة على معركة التل الكبير؟ هزيمة الجيش المصري، احتلال إنجلترا لمصر في 14 سبتمبر 1882 ميلادية. بيم تفسر: اعتدال مناخ البيئة الساحلية، لأن البحر يلعب دورا مهما في تلطيف درجة حرارة الجو معظم فصول السنة. بيم تفسر: زيادة الوفيات خاصة بين الأطفال بالبيئة الصحراوية بسبب العلاج بوسائل بدائية. بيم تفسر: نمو الشعاب المرجانية على ساحل البحر الأحمر بسبب صفاء مياهه، ارتفاع حرارة المياه، هدوء حركة المياه. بيم تفسر: إقامة سد الروافع على وادي العريش لتخزين مياه الأمطار والاستفادة منها بدلا من إهدارها. بيم تفسر: قيام الزراعة في الواحات بسبب وجود المياه الجوفية. بيم تفسر:
قيام ثورة 25 يناير 2011 بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية وانتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة وتزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى عام 2010 وسيطرة الحزب الوطني الحاكم على أغلبية المقاعد. إن شاء الله الدرس القادم الاختبار التاسع المراجعة النهائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.